أعلنت السلطات الروسية أن قوات الأمن أخلت مطار محش قلعة في عاصمة جمهورية داغستان، وذلك من جميع المواطنين غير المصرح لهم، وإغلاقه حتى 6 نوفمبر المقبل. يأتي هذا بعد أن اقتحم عشرات المتظاهرين المطار بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل. دخل المتظاهرون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار بعد اجتياز الحواجز بحثا عن مسافرين إسرائيليين. هذا وقد طلبت إسرائيل روسيا بحماية رعاياها بعد واقعة اقتحام المطار.